كانوا مركزي القصيبة والتيكان الإداريين يخصصون استقبالات شعبية حاشدة لرئيس الجمهورية تثمينا للإنجازات التي تحققت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. الجناح الموريتاني في معرض ميلانو الدولي يستقطب الزوار الراغبين في اكتشاف تنوع وثراء المخزون الثقافي لبلادنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. يواصل رئيس الجمهورية السيد محمد دول عبد العزيز زيارة التفقد والاطلاع لولاية ترارزا التي يشرف خلالها على تدشين العديد من المشاريع التنموية، ويقوم بمتابعة تنفيذ الأشغال في المنشآت الحيوية بالولاية، ويقف عن قرب على أوضاع السكان في المنطقة. بعد الفاصل نفتح وإياكم صفحتنا الخاصة بزيارة رئيس الجمهورية لولاية ترارزا. أهلا بكم من جديد. وصل رئيس الجمهورية السيد محمد دول عبد العزيز بعد ظهر اليوم إلى مركز تيكان الإداري ضمن المحطة الثانية من برنامج زيارته الحالية لولاية ترارزا، واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله من قبل حاكم مقاطعة تركيزة السيد زين العابدين ول الشيخ ورئيس مركز تيكان الإداري وعمدة بلديتها ومنتخبي المقاطعة وأطرها وفعالياتها الشبابية والنسوية وجمع غفير من السكان. وقد خصص سكان مركز تيكان الإداري استقبالا شعبيا حاشدا لرئيس الجمهورية، حيث خرج السكان بمختلف مكوناتهم وفعالياتهم حاملين الصور المكبرة لسيادته والشعارات المثمنة للإنجازات التي تحققت في البلاد في السنوات الأخيرة. يا عزيز مرحبا يا عزيز مرحبا
ويعود تاريخ تشييد مركز تيكان الإداري القرن الثامن عشر، ويعتبر المركز جسرا للتبادل الثقافي والتجاري بين بلادنا وجمهورية السنغال المجاورة. وقد استفاد المركز خلال السنوات الأخيرة من استصلاحات زراعية واسعة، من أهمها مشروع بوغمون للتنويع الزراعي. من هنا من جسر تيكان يلمس الزائر لهذه المدينة التطور الحاصل الذي عرفته تيكان في أقل من عقد من الزمان، وخاصة في مجال المواصلات وفك العزلة التي تشكل طريق تيكان روسو وجسر تيكان أنصع تجسيد لها على أرض الواقع. مركز تيكان الإداري الذي يعود تاريخ نشأته قبل التسمية الإدارية إلى العام 1850 هو اليوم عاصمة تجمع حضري وقروي يناهز تعداد ساكنته 23,000 نسمة، يعتمد جل سكانها على الزراعة بشقيها المطري والمروي. معظم سكان المركز يزاولون الزراعة. يوجد بالمركز مجموعة منمين يزاولون أيضا الزراعة في نفس الوقت مع التنمية. عدد رؤوس الماشية فيه تناهز 24,000 رأس من مختلف أشكال الحيوانات. الوصول إلى مدينة تيكان كان من المستحيلات. الآن المواطنين ينعمون بوجود هذا الجسر اللي ما الشارع المسفلت يمشي يدخل المدينة مباشرة عن طريق هذا الجسر العملاق الجميل جدا. الكهرباء سوف تدشن بعد أيام. وقد استفاد مركز تيكان الإداري من دعم الدولة المتواصل في مجال الاستصلاحات الزراعية وعقلنة أساليب الإنتاج. مركز تيكان الإداري استفاد من مشروعي استصلاح عقاري في داخل تيكان، كان هو النقطة الفاصلة ما بين الفصل والعوز، والحمد لله الرخاء إلى حد كبير. المواطنين منبهرين من هذين الإنجازين، إنجاز داخل تيكان وإنجاز مشروع بوغمون العملاق. 700 هكتار تم استصلاحها لصالح المواطنين في بوغمون، وحوالي 400 هكتار في الدخل، ويستغلها المواطنين بصفة أكيدة. والدولة قائمة على ريها وعلى سمادها وعلى متطلبات الزراعة بصفة عامة. وتشكل زيارة رئيس الجمهورية لمركز تيكان الإداري مبعث أمل كبير في ساكنة المنطقة التي حركت شهية مطالبها الكثيرة الإنجازات الملموسة على أرض الواقع. ما شاء الله لمت ممكن بقول وتات خش لينهم ويجونا. قالنا ياسر إنه مرسمي عندنا، طلبنا اللي نختارون جبر التسويق هون في أرضنا اللي نحن فيه، هون في كارفور من القرى.
ويتوفر مركز تيكان الإداري على عدد من المصالح العمومية التي تؤمن للمواطنين الخدمات الأساسية في مجال التعليم والصحة ومحاربة الفقر، وتشكو هذه المصالح عددا من النواقص يؤمل القائمون عليها في إيجاد حلول مناسبة لها بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية للمدينة. هذه المؤسسة تفتقر إلى عمال دعم، ما فيها عمال دعم، ما فيها حراس. المؤسسة أيضا فيها بعض الفصول، فهم فيها نقص يعدل، فهم كواوة خاسرين. نحن ننظر لا وسيلة نقل والله تنبنان إعدادية عند قريتنا، موبايل يجي من 12 كيلو. تيكان التي طوت نهائيا ملف العزلة تؤمل كثيرا في زيارة رئيس الجمهورية للمدينة لتعزيز المكتسبات التي تحققت في شتى جوانب التنمية وانطلاق العمل في ورشات جديدة. قناة الموريتانية رصدت آراء سكان هذا المركز الإداري الذين عبروا عن آمالهم في أن تساهم هذه الزيارة في تحقيق المزيد من المشاريع التنموية. فوتناه لي ذلك 60 عام، كل حد شيء قال لي لا يعدل لي بوم لا يعدل لي بوم، إلى شيء هو ولا هو ولا يعدل لي بوم. نعرف أنه هو إلى آتم ولي في خباره هو ما يدور، هو كون واصلني شيء معلوم عنه. كانت صالة متعوقة في الحقيقة، كانت الناس بالنسبة للمقطع الاتصال للقرية هون كان حرج وفي ياسر من الصعب، ومساء الحمد لله اللي تعادل جميع المشاكل وتوفر ما شاء الله تواصل بين الناس وقدره، وصح تبارك الله القرية ما عندها أي مشكلة، وإحنا حالا مفتخرين إن شاء الله بسيد الرئيس والكهرباء اللي جايتنا، ونختاره ان شاء الله يدعم الزرع اكثر كما كان يعدل اصلا ان شاء الله، لان احنا هون التجار انتاجنا لا من الزرع. تلاميذ يجي من 7 كيلوات، مبيلي يجي من 12 كيلو، رانا طالبين من الدوله تعرفناش يجيبوا لنا بيس، والله ما قد يجيبوا لنا بيس على الاقل يجيبوا لنا كوليج عندنا. مشكلتنا عندنا حاسي ما هو نافع ولا صالح، والشرب اصيب علينا ما نرد يكون شيء كان ده. والقرى عندها عدة مشاكلهم، فيهم قضية التعليم والصحة، وعندهم شبه البنات هم اللي هون يقيسوا مسافة بعيدة تشيكا كوليج دورة 1986 طالب، نختار إن شاء الله من زيارة رئيس الجمهورية القادمة إن شاء الله ويحصلوا على بيس يتمير فيهم ويجيبهم إن شاء الله. الأخرى عندهم عدد قدر من خضروات ينتجوهم الحمد لله، وطالبين الدعم في تسويق خاصة. زيارة الرئيس أنا حمد وشكر، وذاكر عدلنا كامل حاسين به، وأنا ذكر لي عندي المنين يا غير حمد وحتى وشكر اسمعت وذير عدلنا ونبقوه يعدلنا ليش معلوم ولي يزيدنا فيها. قريتها تعدل تخطيطها ويدخل لنا الهضو ويدخل لنا الماء، قريتنا من القرى تابع علي شيكا. احنا هذا متدرين من قلة الضوء، احنا هذا لا في الظلمة قاعدين لا في الظلمة. وضع رئيس الجمهورية السيد محمد دول عبد العزيز صباح اليوم ضمن زيارته لولاية ترارزا الحجر الأساس لمساحة 80 هكتارا قيد الاستصلاح لصالح 310 أسر موريتانية من العائدين من السنغال، ويتولى الإشراف على هذا الاستصلاح الذي يصل غلافه المالي 260 مليون أوقية من الموارد الذاتية للدولة. تتولى تنفيذه تجمع أسنات الموريتانية وأسطام المغربية والوكالة الوطنية التضامن لمحاربة مخلفات الاسترقاق، وتستمر الأشغال فيه 6 أشهر. وتجول رئيس الجمهورية في هذا الاستصلاح واستمع إلى شروح حول انعكاساته الإيجابية في تحسين ظروف عيش المستفيدين وخلق فرص للعمل لهم، كما اطلع على البيانات التوضيحية له، واستمع من جهة التنفيذ إلى مراحل الإنجاز والآليات المستخدمة والمراحل المتقدمة التي وصلتها الأشغال. وخصص سكان أدباي مبيينغ استقبالا حاشدا لرئيس الجمهورية، معبرين عن ارتياحهم لهذا الاستصلاح الذي يعكس التزام سيادته بتحسين ظروف جميع المواطنين أينما كانوا وبإرساء قواعد تنمية متوازنة في جميع أرجاء البلاد.
وفي مركز القصيبة 2 الإداري دشن رئيس الجمهورية السيد محمد دول عبد العزيز صباح اليوم توسعة كهرباء المدينة الذي أنجزته الشركة الموريتانية للكهرباء بإشراف وزارة البترول والطاقة والمعادن. واستمع رئيس الجمهورية إلى شروح حول هذه التوسعة وطاقتها الاستيعابية ودورها في توسيع التغطية الكهربائية في هذا المركز الإداري الحدودي وفي دفع الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل. وتضمنت توسعة كهرباء القصيبة 2 بناء محول كهربائي وخط كهربائي متوسط الجهد بطول 8 كيلومترات ومد نحو كيلومترين من الشبكات منخفضة الجهد. وقد بلغت كلفة هذه الكهرباء أزيد من 120 مليونا وستمكن من إنجاز 400 توصية منزلية. وفي مركز القصيبة 2 الإداري دائما تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد دول عبد العزيز صباح اليوم وحدة التنمية الزراعية المندمجة لدعم الأمن الغذائي وتجول في أجنحة هذه الوحدة كما استمع إلى شروح حول دورها في تعزيز التنمية المستديمة في هذه المنطقة. وتابع رئيس الجمهورية في هذه الوحدة عملية تلقيح صناعي لعدد من العجول في إطار التحسين الوراثي للأبقار الذي تقوم به الوحدة. واطلع سيادته على مراحل تصنيع السياج في الوحدة المستخدم في حماية منطقة شمامة وهي وحدة يشرف عليها مكون أبى أن يستلم لإعاقة العمى واستطاع أن يكون 9 من الشباب الموريتانيين على ممارسة هذا العمل الشريف والحصول على مهارة لا غنى عنها في منطقة شمامة. وتفقد رئيس الجمهورية الآليات الزراعية والحاصدات التي تقوم الوحدة بتوزيعها بشكل مجاني على المزارعين وعلى وجه الخصوص من ذوي الدخل المحدود في مركز القصيبة وعين مخازن القمح ومركزا صيدليا في الوحدة. ويشمل تدخل الوحدة مجالات الزراعة من خلال توزيع مجاني للآليات الزراعية والسياج وتأهيل المزارع وحماية المناطق الزراعية والأمن الغذائي من خلال بناء وتجهيز وحدات للأمن الغذائي وتزويد القرى بمطاحن الحبوب وتزويد بنوك الحبوب والأعلاف. وفي وحدة التنمية الزراعية المندمجة لدعم الأمن الغذائي اطلع رئيس الجمهورية على مراحل تصنيع السياج المستخدم في حماية منطقة شمامة وهي وحدة يشرف عليها المكون الحسن والبن عمر الذي أبى أن يستلم لإعاقة العمى وقطع طريقه للتعلم والتدريب حتى استطاع أن يكون مشرفا على تكوين 9 من الشباب الموريتانيين على ممارسة هذا العمل الشريف والحصول على مهارة لا غنى عنها في منطقة شمامة. الحسن والبن عمر استعرض الدعم متعدد الجوانب الذي قدمه رئيس الجمهورية لهذه الشريحة مما شجعها على المساهمة الفعالة في عملية البناء الوطنية. الشخص معاقين للرئيس وأول فترته أعطاه ميزانية 30 مليون سنوية جبروها صالح حل الجمعيات المعاقين وتم رفع سقف هذا المبلغ 77 لجمعيات الأشخاص المعاقين. هذا نظرة فريدة من نوعها وصلت عن نفسي ونيابة عن كل الأشخاص المعاقين في موريتانيا. أشكر فخامة الرئيس على الإنجازات التي فريدت من العام اللي مغطى ظن حد من أن يعدل من يوم تكلم استقلت موريتانيا جاية. الأشخاص المعاقين كانوا مهم شيء. كما أدى رئيس الجمهورية السيد محمد دول عبد العزيز صباح اليوم ضمن زيارته لولاية الترارزة زيارة النقطة الصحية بمركز القصيبة 2 الإداري التي يجري رفعها إلى مركز صحي من فئة باء. وتابع رئيس الجمهورية شروحا حول طبيعة العلاجات ونوعية الاستشارات التي تقدمها هذه النقطة الصحية ودورها في حل مشاكل الصحة القاعدية في المنطقة.
كما قام رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم بزيارة لمدرسة القصيبة 2 واستفسر عن وضعيتها ودورها في أداء الرسالة التربوية في ضوء إعلان سنة 2015 سنة للتعليم. ويبلغ عدد التلاميذ في مدرسة القصيبة 2 213 تلميذا، منهم 114 من البنات يدرسون في 6 فصول إضافة إلى فصول قيد الإنجاز. وحث رئيس الجمهورية على احترام الجودة والتقيد بفترة إنجاز هذه الفصول. ويصل عدد المدارس في مركز القصيبة الإداري 19 مدرسة، منها 10 مكتملة وإعداديتان، إحداهما في القصيبة 2 والأخرى في تجمع مقام إبراهيم. وفي مركز القصيبة 2 الإداري دائما أدى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم زيارة لنقطة العبور الرئيسية في القصيبة التي تهدف من بين عدة نقاط على امتداد التراب الوطني لتنظيم حركة الأشخاص والممتلكات عبر النهر من وإلى البلاد. واستمع رئيس الجمهورية إلى شروح حول إجراءات العبور والسبل التي تتبعها هذه النقطة من أجل تدقيق الهويات والتعاطي وفق المعايير مع المواطنين والأجانب المغادرين والزائرين للبلاد. وزار رئيس الجمهورية قبل ذلك مفوضية الشرطة في القصيبة وتجول في غرفها واستمع إلى شروح من القائمين عليها حول الإجراءات المتخذة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم وإسهامات هذه المفوضية في إرساء الأمن والأمان في هذه النقطة الحدودية مع الجارة السنغال. وقد وصل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم إلى مركز القصيبة 2 الإداري ضمن المحطة الثانية من برنامج زيارته الحالية لولاية ترارزة. واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله المركز من قبل حاكم مقاطعة تركيز السيد زين العابدين وللشيخ ورئيس مركز القصيبة الإداري وعمدة بلديتها ومنتخبي المقاطعة وأطرها وفعالياتها الشبابية والنسوية وجمع غفير من السكان. وقد خصص سكان مركز القصيبة الإداري استقبالا شعبيا حاشدا لرئيس الجمهورية، حيث امتطى الخيالة صهوات جيادهم وترجل السكان بمختلف فئاتهم حاملين الصور المكبرة لسيادته والشعارات المثمنة للإنجازات التي تحققت لصالحهم في السنوات الأخيرة. وشاد السكان عبر اللافتات بزيارة رئيس الجمهورية لولاية ترارزة وبالمشاريع العملاقة التي تم إنجازها في جميع أنحاء البلاد وبالنهضة الزراعية التي شهدتها الولاية في السنوات الأخيرة. وأكد السكان تشبثهم بخيارات رئيس الجمهورية وبنهجه التنموي الذي انعكس إيجابيا على جميع مجالات مناحي الحياة في البلاد.
ويساهم الموقع الجغرافي المتميز لمركز القصيبة 2 الإداري الواقع على ضفاف النهر في إنعاش التبادل التجاري، كما يتوفر المركز على مساحة زراعية شاسعة. أحمد ولندهمر والمزيد من التفاصيل. يقع مركز القصيبة الإداري بمحاذاة نهر السنغال وفي قلب منطقة شمامة التي تشكل المورد الاقتصادي الأول للسكان الذين يعتمدون في جل نشاطاتهم الاقتصادية والإنتاجية على الزراعة وتنمية الماشية. ساكنتها تقريبا تقدر ب 20,000 نسمة. التعليم موجودة عندنا 19 مدرسة ابتدائية ومعطرينها تقريبا 45 معلم، فيها تقريبا 13 شرط معلم فرنسي وما باقي عربي مستوقف. وعندنا كوليجين اثنين، واحد في المقام وواحد هون في القصيبة. ويتوفر مركز القصيبة الإداري على عدد من المرافق العمومية والخدمية في مجال الصحة والتعليم، وتطالب الساكنة المحلية بمزيد دعم هذه المرافق والرفع من أدائها. من بعض الأمور تحتاج لفتة كريمة من القيادة الوطنية، كما التعليم، كيف الصحة، وكيف الزراعة، وكيف مولي حكم البنى التحتية. النواقص أول منهم الأمير القصيبة أن ياسر من الدهر نطرحوا لها أمير حاجز يأمنها من الفيضانات، وكايدنا يعدل النمير حتى الآن. الجانب الزراعي شكل هو الآخر أحد أهم مطالب السكان الذين ثمنوا عاليا الإنجازات التي تحققت في مجال الاستصلاحات الزراعية ودعم المزارعين. مركز القصيبة الإداري الذي كان ذات يوم منطقة وعرة وتخنقها العزلة في فصل الخريف هو اليوم في قلب محور طريق روسو بوغي الذي ربطه بحركة المواصلات الكثيفة في المنطقة، وأتاح له الانفتاح على الأسواق الخارجية للاستفادة من منتوجه الزراعي والتنموي. أحمد ولندهمر لقناة الموريتانية، مركز القصيبة الإداري. سكان مركز القصيبة 2 الإداري في تعزيز المرافق والبنى التحتية الأساسية التي استفادت منها المدينة خلال السنوات الأخيرة. الرئيس اللي احنا مستعدين له افراح عليها نختاروا بلد شي قال له الطب، احنا ما عندنا طب. حقيقة مرحب بزيارة الرئيس، مفتخر بها ومعتز بها، وعندي اطلاع على جهود الرئيس في الوطن كله، ونعتبر عن برنامجه اللي عدل، والله قالوا له عدل، نعتبر عنه عدل منه 95%. يقال نعتبر احنا المزارع عندنا نقص بالنسبه لنا من شلون احنا، ومن زيارته من خلال زيارته هذه لنا مقرشين عندنا ثقه تامه بانه له عدل لنا هذه المطالب عندنا. شاكر رئيس الجمهوريه الاجازات ودار مولي التعليم، ما عندنا الساتر كافين الاداره ندارهم مولي، زادونا الاطباء اللي عندنا وزادنا الدواء. دا شاكر الرئيس، مازلنا شاكرينه، ندور دا حد يعاوننا اخبار الطب، اخبار الماء، قرايه مدارس، تعاوني البيت، ندور الماء، ندور الكره، ندور الطب، ندور دا كامل. طالب عن هذا الرئيس يساعد بقى، اول شيء قال الطب، وثانيه تبي تفتح يقراهم مولي ما عندهمش قارين، وثالثه توسيع تدمير. وكان رئيس الجمهورية موضع استقبالات شعبية حاشدة على الطريق الرابط بين مركز القصيبة الإداري ومقاطعة تركيزة، حيث اصطف سكان القرى والتجمعات السكانية على جنبات الطريق مؤكدين تعلقهم بتوجهات رئيس الجمهورية وانحيازه للفقراء وحرصه على مشاركة الجميع في عملية البناء الجارية.
رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز قد تفقد مساء أمس بمقاطعة تركيز مستوى تقدم الأشغال في العديد من المرافق الحيوية، كما عاين مستوى أداء المؤسسات التربوية والصحية في المقاطعة. ملخص لنشاطات رئيس الجمهورية في مقاطعة تركيز مع محمد علي وللسالك. معاينة لوضعية المشاريع التنموية والاجتماعية. وهكذا قام رئيس الجمهورية بزيارة البناية الجديدة للمركز الصحي المكتملة الأشغال والمجاورة للمركز الحالي، وتعرف على مدى جاهزيتها للقيام بالمهام الموكلة إليها ودورها في حل مشاكل الصحة القاعدية في هذه المقاطعة. وتضم البناية غرفا وأجنحة للاستشارات وأقسام للأم والطفل والعلاجات والولادة والحجز والأسنان إلى غير ذلك. واستمع رئيس الجمهورية إلى شروح حول الطاقة الاستيعابية لهذه البناية ومراحل تنفيذها ودورها في تقديم خدمات صحية ملائمة للمواطنين. ودعا السيد الرئيس جهة التنفيذ إلى الإسراع بوضع اللمسات الأخيرة على هذه البناية من أجل استلامها في أقرب الأجل. كما قام رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز بزيارة المدرسة رقم 1 في مدينة تركيز، وتجول في بنايات هذه المدرسة التي تأسست سنة 1964 وخرجت العديد من الأطر التي ساهمت في بناء الدولة الموريتانية. وتعرف السيد الرئيس على دور هذه المدرسة في تربية الأجيال وتقديم خدمة تربوية تلائم توجه الدولة في إصلاح التعليم في ضوء إعلان سنة 2015 سنة للتعليم. رئيس الجمهورية اطلع كذلك على مدى تقدم الأشغال في طريق ركيز المدرسة الذي تنفذه الهندسة العسكرية.
واستمع سيد الرئيس إلى شروح حول تقدم الأشغال والجهود التي تبذلها الهندسة العسكرية لتسريع وتيرة العمل في ضوء احترام الأجال المحددة ب31 شهرا وتوخي الجودة في العمل، ويمول هذا الطريق بمبلغ 5 مليارات أوقية ونصف من الموارد الذاتية للدولة. وفي ركيز دائما أدى رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز زيارة للمحطة الكهربائية للمقاطعة، وتجول في أروقة هذه المحطة التي تبلغ طاقتها 500 كيلو فولت موزعة على مولدين. وأعطى سيادته تعليمات لشركة الموريتانية الكهرباء بتسريع وتيرة ربط مقاطعة تركيز بمانانتالي عن طريق محطة روسو بوغامون وتوسعة محطة تركيز لتشمل الطاقة الشمسية. كما اطلع سيادته على مستوى تقدم الأشغال في البلايات الإدارية للمقاطعة التي تضم سكن الحاكم ومكاتب للمقاطعة. واستمع الرئيس الجمهوري إلى شروح حول مراحل العمل في هذه البنايات التي تنفذها شركة وطنية بإشراف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بمبلغ يتجاوز 200 مليون أوقية من الموارد الذاتية للدولة. ومن المتوقع حسب القائمين على هذا المشروع أن تكتمل الأشغال في غضون شهرين. وفي ركيز دائما تفقد رئيس الجمهورية معرضا للصناعة التقليدية وإنتاج تعاونيات نسوية، وتعرف على إنتاج هذه التعاونيات ومردوديته وانعكاساته الإيجابية على ظروف المعيشية للسكان وما يمكن أن تقوم به الدولة لمساعدة هذه التعاونيات خصوصا في مجال التسويق. كان رئيس الجمهورية موضع حفاوة بالغة من المرأة في ركيز التي أشادت بالمناخ الإيجابي الذي وفرته الدولة لتشجيع العمل النسوي في البلاد، والعناية التي يوليها رئيس الجمهورية لدور المرأة التنموي في مسار البناء والتغيير. وكان رئيس الجمهورية موضع استقبالات شعبية حارة على الطريق الرابط بين جدر المحقن وركيز، حيث نصبت على جنبات الطريق العديد من الخيام واصطف سكان القرى والبلدات مؤكدين تعلقهم بتوجهات رئيس الجمهورية وحرصه على إشراك كافة أبناء الوطن في العملية التنموية.
وكان رئيس الجمهورية السيد محمد دول عبد العزيز قد دشن أمس في مركز جدر المحقن الإداري توسعه المحطة الكهربائية التي ستساهم في زيادة التغطية الكهربائية في هذه المنطقة الحدودية ودفع الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل. وتشمل التوسعة 100 محول كهربائي وخط متوسط الجهد 33 كيلو فولت بطول 2.5 كيلومترا ومد 3.5 كيلومترا من الشبكات منخفضة الجهد. كما ستمكن هذه المحطة من إنجاز 900 توصية منزلية. كما زار رئيس الجمهورية السيد محمد دول عبد العزيز في جدر المحقن المركز الصحي الذي تم تحويله مؤخرا إلى مركز بعد أن كان نقطة صحية. رئيس الجمهورية تجول في أقسام هذا المركز المصنف في الفئة باء والمشيد مؤخرا من قبل وكالة التضامن في إطار برنامجها لتزويد المناطق الهشة بالبنى التحتية الأساسية. ويتوفر هذا المركز على أقسام للاستشارات الخارجية والعلاجات والتلقيح والولادة ومتابعة الحوامل والتكفل بحالات سوء التغذية. ويتوفر على طاقم طبي تقرر تدعيمه بطبيب رئيس وفني لمباشرة العمل في المركز في وضعيته الجديدة. كما زار رئيس الجمهورية السيد محمد دول عبد العزيز إعدادية ومدرسة جدر المحقن واطلع على واقع التربية والتدريس وتابع شروحا حول واقع هذه المؤسسات والتجهيزات والمعدات التي تتوفر عليها. وتضم مدرسة جدر المحقن 7 فصول يزاول بها الدراسة 287 تلميذا من بينهم 130 بنتا يؤطرهم 8 معلمين. أما إعدادية جدر المحقن التي أنشئت سنة 1998 فتضم 8 فصول يدرس بها 170 تلميذا تشكل البنات نسبة 50% منهم. وفي جميع هذه المحطات أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للجهات المعنية بسد النواقص وعمل كل ما يلزم لتوفير الخدمة التربوية المرجوة. وبذلك مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية صفحتنا الخاصة بتغطية زيارة التفقد والاطلاع التي يودها رئيس الجمهورية لولاية الترازة. فاصل قصير ونعود لمتابعة بقية عناصر هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. هنا بالعاصمة استقبل الوزير الأول السيد يحيى الحدامين صباح اليوم بمكتبه سعادة السيدة مرسيدس فيرا مارتي رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا. جرى اللقاء بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز ولد الداهي ومدير ديوان الوزير الأول السيد محمد والجبريل ومستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية السيد الحسن والزينة. وأدلت المسؤولة المالية الدولية في أعقاب اللقاء بتصريح عبرت فيه عن سعادتها بهذا اللقاء وبما تم خلاله من نقاشات إيجابية ومثمرة تنضاف إلى المشاورات الهامة التي يجريها صندوق النقد الدولي مع موريتانيا. وأضافت أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارات التقنية التي يؤديها فريق الصندوق للوقوف على آفاق الاقتصاد الموريتاني خلال السنوات المقبلة في ظرف دولي يتسم بالتعقيد على حد تعبيرها. في المجال البرلماني تم صباح اليوم بمباني الجمعية الوطنية في نواكشوط الإعلان عن تأسيس شبكة من البرلمانيات لترقية حقوق الإنسان. وتهدف هذه الشبكة إلى المساهمة في ترقية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وطرح كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الجهات المعنية من أجل حماية حقوق الإنسان وترقيتها في مختلف الميادين. وأبرزت رئيسة الشبكة النائب زينب عبدول أن ترقية حقوق الإنسان تمثل هدفا أسمى لجميع شعوب العالم. ونظرا لهذه الأسباب فإن مهمة النساء ممثلات الشعب تستدعي منهن المشاركة الفعلية في الجهود الرامية لترقية وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. نائب رئيس الجمعية الوطنية سيد محمد غلام ولي الحاج الشيخ ذمن هذه المبادرة التي تشكل إضافة نوعية لتعزيز إجراءات حماية حقوق الإنسان. فرصة طيبة لانطلاق هذا الفريق الهام والأساسي المهتم بحقوق الإنسان وخصوصا ممن يقدر
حقوق الإنسان، وهو الأقرب إلى الإنسان رحمة ورعاية، اللي هما السيدات النساء، ودورهن في العملية الديمقراطية عموما والتنموية في المجتمع الموريتاني دور بحمد الله أصبح مقننا ومحفوظا. أشرفت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية على افتتاح جناح بلادها في معرض ميلانو المقام بإيطاليا بمشاركة عشرات الدول والمنظمات العالمية المهتمة بالثقافة. ويعرف الجناح الموريتاني في هذا المعرض إقبالا من الزوار الراغبين في اكتشاف تنوع وثراء المخزون الثقافي لبلادنا. يشهد المعرض الدولي ميلانو 2015 إقبالا متزايدا منذ انطلاقة هذه التظاهرات العالمية في فاتح مايو المصرم. ميلانو 2015 تنظم هذه السنة تحت تغذية العالم طاقة من أجل الحياة، وتحتل المواد الغذائية ووسائل العيش المختلفة مكانة الصدارة داخل مختلف أجنحة المعرض. الجناح الموريتاني المقامي في الزاوية الخاصة بالمناطق الجافة يستقطب آلاف الزوار يوميا، كما طلعت على ذلك وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية وهي تؤدي زيارة رسمية لجناح موريتانيا في معرض ميلانو 2015. الحياة التقليدية الموريتانية وخصوصية التغذية تحت النخيل والحياة في البدو من أهم سمات الجناح الموريتاني الذي يركز أيضا على الطاقة البديلة في ترشيد الموارد المائية. احنا داخلين ولا بخصوص خصوصية الزراعة في الواحات والتنمية، إذن عنها التغذية في مناطق الواحات في الصحراء، وطورنا ذاك عن طريق إبراز جميع خصوصيات موريتانيا في إطار ذاك الماضي وذيك الحضارة وذيك ثقافة الواحات والزراعة، فهي غير مولي للمستقبل وكامل اللي خالق ذلك من استشراف المستقبل من تطوير الزراعة وتطوير التنمية وتطوير الطاقات البديلة لاستعمالها في تصوان الماء والاستغلال الأفضل للطاقة في مناطق الواحات ومناطق الدولة كاملة. سفينة الصحراء الجمل والخيمة الموريتانية التقليدية والتنوع الثقافي للبلد ومدنه القديمة، كل ذلك حاضر يدل الزائر على أنه يزور الجناح الخاصة ببلاد الشنقيط. خصوصية جناح السنة عندها خصوصية خاصة، لأننا نتكلم عن التغذية كما قالت لكم السيدة الوزيرة، وإحنا عدلنا فيها تكلمنا عن ما يعني تغذية تحت النخيل والحياة في البدو، النخيل والقيطنة والتمور والحرارة تحت النخيل، هذا هو اللي عدنا احنا عليه. الحمد لله الزوار كثيرة، الحمد لله ما شاء الله تجي الناس كثيرة بالله الحمد لله منه تزور، والناس ما شاء الله مفتحرة بالعمل عدنا، وكذلك الإكسبون بس لا الكوميسار جنرال ولا طاقمه كلهم محتجبين للعمل وعدل الجناح الموريتاني. أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية وغير حكومية تشارك في هذا المعرض المتواصل إلى غاية شهر أكتوبر المقبل. نهاية نشرة الثامنة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يضع الحجر الأساس لاستصلاح 80 هكتارا لصالح العائدين من السنغال، وزيادته يدشن توسعة كهرباء مركز القصيب 2 الإداري. سكان مركزي القصيب وانتيكان الإداريين يخصصون استقبالات شعبية حاشدة لرئيس الجمهورية تثمينا للإنجازات التي تحققت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. الجناح الموريتاني في معرض ميلانو الدولي يستقطب الزوار الراغبين في اكتشاف تنوع وثراء المخزون الثقافي لبلادنا.